اسكن يا ربي في ملكوتك كما ذكرت يوسف ونيقوديموس واللص اليمين سمع صوتك القائل امضي الى الفردوس يا من احييتنا بصلابوتك اخذي عنا بزي بولوس واحفظنا بقوة لاهوتك بصلاة مريم تي بارثينوس شعب المسيح يكون في سلام مشمول بالنعمة الإلهية يا طبيب المرضى والأسقام طهرنا من كل خطية يا من قبل عنا الآلام وصلب باللص حرامية اذكرنا في يوم الزحام وهبنا ملكوتك الأبدية البابا بطرقنا عمود الدين والأساقفة والكهنة أجمعين والبنين والأخوة والوالدين ومرضى البيعش فيهم نسأل من ربنا يسوع أن يجعل دعانا مسموع ونتضرع إليه بكل خشوع لنفوز بنعيم السرمدية طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل عليهم